كتير بكير. لا بعدني نايمة وبعدني نعسانة، ولازم اصحى ولازم روح اعمل رموشي ولازم اعمل تنظيف بشرة ولازم روح ظبط حالي. يعني ما معقول، بس ما عم بقدر فيه، وبعدني كتير نعسانة. يا الله، خايف اكون حامل، شو اعمل؟ ما بدي. غرامي 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 غرامي، بس فتح عيوني وشوف تليفوني، افتح التليفون وتصور غرامي، لأنه ما تتخيلوا ما تتخيلوا قد بحب وجهي، قد بحب بشرتي وتقوى. يعني عن جد اسم الله، عن جد اسم الله اسم الله، مش لأنه أنا عم بتغزل بحالي، يعني الحمد لله أصلا كل العالم هيك بيحكوا. وبتعرفوا إنه أنا ما بحط فندتها، يعني أنا في شغلة بستعمله لوجهي ما فيني أقلكن إياها. وفي بنات بيعرفوا، إذا بفوتوا على الجوجل بيقروا بيعرفوا شو لازم البنت تستعمل لوجهها، لحتى وجهها بيطلوا بيضوي وكتير منيح. هو الشي من شاب لازم تستعمله، هو قلت لكم شي من الشاب اللي تستعملوه او شكون. ما فيني اقول لكم يا احلى ما ترجع بس وتحكوا تخرب الدنيا، بس انه هيدا الشي موجود فيه على الجوجل. كل شغلة بطلع بحكيها بتقعدوا انتو بتعلقوا علي وبتاخدوها مسخرة، بس انا والله يعني انه انا عم بنصحكم، لانه انا جربته على وجهي. يعني ما تتخيلوا ما تتخيلوا يعني ليكو انه كيف، يعني قد ايه، يعني بس اوعى الصبح يعني بعشق بشرتي، بعشق بشرتي. يعني ما معقول ما معقول، بس عن جد جربوا، يعني ما حتخسروا شي، يعني انه جربوا. وشو كمان، اكيد حاطلع لايف اليوم لانه كتير زهقانة، وصلي كم يوم ما بعرف ضايق.